تسأل عليه يقولولك بيتمشى عالسحاب. شط الشطانكة شطة ما تغيرش المحطة، لو شفت البنت كلبس قل للراجل العناب يعدي عليك ميسي. الراجل العناب بالكرة بيقلب ميسي. الراجل العناب ويغنى جمال من سومة وبيعرف يرقص راب. الولا ملوش في السياسة بس بلقم يقدر يرشح نفسه في انتخابات الرياسة. الراجل العناب تلاقيه وقت ما تحتاجه. الراجل العناب وبيعمل كل حاجة زي ما قال الكتاب. مصدق نفسي، الشرطة بقى عندها بطل سوبر؟ لا لا، ورد الفعل ايه؟ معالي الوزير لسه قافل معايا التليفون دلوقتي مبسوط جدا. وبعدين المؤشرات بتقول ان احنا بقينا اعلى اعلى اعلى، والصراحة راحة بقت اوطى اوطى اوطى. مش قلت لسعادتك يا باشا كله تحت السيطرة؟ ايوه، بس الشغل اللي انت عامله يا فاروق يعني ناقصه الفينيشنج. ايه التترات مش عاجبة سعادتك؟ لا يا راجل، التترات ايه بقى؟ انت يا رؤى يا حبيبي قدرت تضرب الرجل العنابي بالرجل الشرطي، وتسلم ايدك على كده. تسلم سعادتك يا فندم. بس فاتك الاهم من كده. ايه هو الاهم سعادتك يا فندم؟ هتضرب صريح بمين؟ اضرب صريح ازاي يعني يا فندم؟ اقول لك، احنا لازم يبقى في عندنا واحد مرشح للرئاسة واقف وراه الرجل الشرطي، وبكده نبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. ايه ده؟ ايه ده سعادتك يا فندم؟ ايه الافكار اللي زي الالماس دي؟ بس المشكله مين تبعنا ينفع يترشح للرئاسه؟ انا. ايه؟ ما ينفعش؟ تنفع سعادتك يا فندم، بس احنا محتاجين مجهودات سعادتك في الوزاره. ده الوزارة من غير سعادتك؟ ما انا مكاني هيروح لواحد انا شايف انه كفر. مين سعادتك؟ مين سعادتك ده اللي ممكن يعوضنا عن غيابك؟ انت يا فاروق. مساء الخير يا شعب مصر يا عظيم، عسل يا قمر يا منور كل حاجة حلوة. النهاردة الصبح احنا صحينا كلنا لقينا الدنيا بتحكي وتتحاكى عن الراجل الشرطي اللي بيطير. راجل شرطة ايه ده اللي بيطير؟ احنا هنفتي فيها ولا ايه؟ الراجل شرطة بيطير ايه؟ وده السبب اللي خلاني النهاردة استضيف الدكتور عيان عيان. استاذ صريح عياد عياد. انا اسف، معلش، هو الشكل بس لخبطني يعني. الدكتور عياد عياد. من الاخر كده انا عايز اخد رايك العلمي وتحليلك لموضوع الرجل الشرطي اللي بيطير ده، لاني انا شاكك في حاجه بس بصراحه مش هقدر اصرح بيها دلوقتي. العصفوره بجناحين وبتطير، الحمامه بجناحين وبتطير، لكن عندك حاجات بجناحين وما بتطيرش، الفرخه والبطه. والله تمام مظبوط، البطة فعلا عندها جناحات.
ايوه كاك كاك، لكن تقيله، وزنها تقيل، ودي نقطه خطيره جدا نقدر نعرف منها انها مش ممكن تطير لانها تقيله وبترمي. سيو سيو كاك كاك، انا حاسس ان انا بدات افهمك. وحضرتك تقصد يعني ان الراجل الشرطي ده زي البطه البلدي، انما الراجل العنابي زي العصفوره؟ أستاذ صريح، دائما دائما عندك وجهة نظر، وبديهيا بتاخد بالك من كل حاجة. هو ده اللي أنا أقصده بالظبط. الراجل العنابي خفيف بيطير، إنما التاني بطة بلدي. هو ده اللي أنا أقصده، عشان كده الراجل الشرطي مش ممكن يطير لأنه تقيل وبيرمي. تقيل وبيرمي؟ ها؟ هي لغة جزارين، بس يعني المعنى هو واصل الحقيقة. نقدر نوصل بقى من خلال هذا الحوار الشيق الممتع ان طيران الرجل الشرطي ده كان مجرد خدعة؟ لا مش خدعة، انا ما اقدرش اقول كده، انا بتكلم في العموم يعني، في العموم. امال تقدر تقول ايه بالظبط يا دكتور عياد؟ عياد يا استاذ صريح، عياد. يا عم عارف بس مش مقتنع، اعمل ايه يعني؟ تقدر تقول ايه بالظبط؟ هقدر اقول ويخلق ما لا تعلمون. ونعم بالله. لا يا حبيبي انت وهو، احنا ما اتفقناش على كده، احنا متفقين على 200 جنيه. هي 100 جنيه كفايه عليك يا اول؟ لا يا امور انت ما تعرفنيش. بقول لك ايه، هو اخرك 100 جنيه. بقول لك ايه، مش همشي من هنا لما اخد فلوسي. هاخد فلوسي انا، هاخد فلوسي. بقول لكم ايه، يا لهوي يا خرابي، الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس. ايه انت وهو؟ يا لهوي يا خرابي، ده انا فرج عليكم الناس يا انت وهو. الرجل العنابي، اجري يلا. عاجبك كده؟ اديك ضيعت مني ال 200 جنيه. ولا يهمك يا ست الستات، السجاده دي عندي انا، ولو ليكي بوكسر هتاخديه منطلون. افهم من كده ان انت عايز نقضي السهره سوا؟ بقول لك ايه، جاي ونجيب مي. يلا يا زباله. الو، هذا دونا. ها يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. ومالك بتردي بقرف كده ليه؟ اتفرجتي عليا في التلفزيون ولا لا؟ انا ما شفتكش يا تيسير. مش مهم، الواد نظام اتفرج ولا ايه؟ سيبته قاعد بيتفرج ودخلت. انا ما احبش اشوف جوزي نصاب. نصاب ايه يا دينا؟ احنا بنحاول ننقذ البلد يا حبيبتي. ماشي ماشي. طيب بقول لك ايه، سجلي بقى الحاجات اللي بتتعرض دي عشان عايز اشوف شكلي كده وانا طاير حلو ولا ايه. وبعدين بيقولوا الكاميرا بتدخل 5 كيلو. ها، هو مش انت جاي في الطريق يا تيسير؟ لما تيجي نبقى نتكلم. بقول لك ايه، ما تخليش الواد نظام ينام، انا عامل له مفاجاه وجايب لبس الرجل الشرطي. ها حرامي حرامي، الحقوني يا ناس، الحقوني يا عالم، حرامي حرامي. ما تخافيش ما تخافيش، حظك حلو، رجل الشرطة اهو، كتير ورايا يا باشا. انا معلش حضرتك، الساعه كام في ايد حضرتك؟ الساعه 12:30. للاسف يا فندم، انا بسلم ورديتي الساعه 12 وما اقدرش اشتغل بعد ورديتي. حضرتك ما ترضاش تأذيني، ده شغل حكومة. بعد إذن حضرتك، سهرة سعيدة. أربع وتدلع يا عنابي. من يد من أعدمها؟ صدقها بنت، أنا لحد دلوقتي معرفش اسمك. اسمي عبير. عارفة يا بنت عبير، أنتوا صنف ما يتعشيرش. ليه يا أخويا؟ لازم وقعت في واحدة علمت عليك جامد. دمرتني يا عبير، ضيعت مستقبلي يا عبير. انا بكرهها قوي يا عبير. ما تقلقي يا عبير، بطل بقى شقاوي يا عنابي، خلينا في موضوع. طب طالما يا اخويا بتحبها قوي كده، ما تعاتبهاش ليه؟ عاتب الاصيل ولومه والواطي اليوم. دي مغفله، دي تهفت في نافوخها. حد يبقى معاه العنابي سيبه يزعل منها. عارف يا عنابي، لو انت اللي معايا والله لا دلعك دلع عمرك ما شفته في حياتك. صحيح يا بنت. الا صحيح. طب جرب كده وقول انا بتاعك يا بنت يا عبير، وشوف انا هعمل لك ايه. طب انا بتاعك يا بنت يا عبير، وعايز اشوف هيحصل لي ايه. يا اخويا، كل اللي عرفتهم ومشيت معاهم قعد يقولوا انا بتاعك يا بنت يا عبير، ياخدوا اللي هم عايزينه ويطيروا ويطيروا. وانت يا بنت كل اللي مشيتي معاهم قبل كده كانوا سوبر ولا ايه؟ احبك يا مشاكل. يا عنابي، لو ما طلعتش بكاش لوريك ايام عمرك ما شفتها في حياتك. اللي قولي يا عنابي، ايه يا اخويا اللي انت جايبه ده كله؟ ده انا عامله رجيم.
رجيم عليا الحرام يا بنت، لو جبت سيره الكلمه دي تاني لا سيبك هنا واطير. اهو ده اللي مقدرش عليه يا عناب. طب امسكي اضربي دي من ايدي. تسلم يا عناب. بقول لك يا بنت ايه، تعرفي ترقصي؟ انت اللي تحكم يا اخويا. طب قومي ارزعيني رقصه قذره. اتفضل يا دكتور بيرم، شوف بقى ده المحل اللي بجيب منه كل زيماطي. انا عايزك تلبسني زي عصفور بالظبط يا تفه. تفه ايه؟ اسمي بخه. خلاص يا بخه ما تزعلش، انا اسف. بقول لك انا الموضوع ده بصراحه كنت عايز اكلمك فيه من الاول، اصل الستايل بتاع لبسك كده في تاتش كده، يعني تاتش غباوه كده بيئه قوي يعني. وايه الهلب اللي انت لابسه ده؟ هو انت سفينه؟ ده انت عايز مشوار في الاكسسوارات. انا جاي لك عشان تنظفني، بس انا مش عايز عصفور يعرف حاجه عن الموضوع ده. ما تقولش الكلام ده يا دكتور، انا لساني ما يخاطبش لسان الجاسوس ده خالص. بس احنا كده متفقين يا نفه. نفت ايه وتفت ايه؟ واي حاجه تشال بمنديل اسم بقى انت تتعبني. خلاص يا عم انا اسف. هتلبسني ايه بقى؟ بص بقى انا عامل لك مفاجاه، انا في قميص، القميص الشهيري. ايه ده الشهيري ده؟ اللون ده اللي هو الدرجه اللي بين الابيض والاسود. بين الابيض والاسود ده بينهم 70 لون. لا ما هو دي الدرجه ال 35. انت هتتعبني. ماشي ده مفاجاه. طيب. ده انا محضر لك حاجه. الله فين اهو الشهيري. الشهيري يا ناس بص هياكل. البس البس كده يابا يابا يابا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه رايك بقى؟ يا رايي كايه يعني؟ كقميص ولا كستاره حمام؟ الله يحفظك. عارف انت ده عايز له بقى بنطلون، منطلون كهرومائي. لا بلاش كهرومائي، ده اللي يكهربني. يكهربك ايه بس؟ بص اوبا 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 استاين شديد شديد. شوف شوف الجمال. لا ثانيه واحده، عايزه جرافطه جرافطه جرافطه. اوبا عش النمل. جميله جميله جميله. شوف الجمال. ايه الجمال ده؟ جزمه ايوه جزمه صراطه حاجه نظيفه، تلبس وتنتلك. هتروح من ربنا فين يا بخ؟ تصدق ربنا لو بيحاسب البني ادم منين على ذوقه في اللبس فانت داخل النار حتف. الحمد لله. انت دول يا حبيبتي، كنت متاكد انت هتبقى قاعده تتفرجي عليا، متاكد كمان انك فخوره بيا جدا. فخوره بايه؟ هو انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت هتجنني. انا خلاص زهقت منك، مش عايزه اعيش معاك. مش عايزه تعيشي معايا؟ يا هانم انت متجوزه الرجل الشرطي اللي اي بنت في مصر تحلم انها تتجوزه. اي بنت تحلم تتجوز الراجل الشرطي اللي بيطير، ولا تتجوز الراجل الشرطي الشجاع القوي اللي بياخد حقوق الناس، مش اللي بيكذب وبينصب على الناس وما بيعرفش يطير ولا نيله. اصلا اي حاجه بعملها ما بتعجبكيش، اصلا عماله تحطميني في كل حاجه. بابا نظام يا حبيبي، انت رجعت تتكلم؟ صوتك وحشني قوي يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله. سيبيه شويه، سيبيه تعالى في حضن بابا اللي هو الراجل الشرطي يا حبيبي. بابا انا فرحانة قوي انك بقيت تعرف تطير. بجد يا حبيبي؟ يعني انت فرحان ان بابا بقى جامد وبيطير؟ فرحان قوي. بجد؟ يعني انت بتحب بابي دلوقتي اكتر ولا بتحب الرجل العنابي؟ بحب بابي. حبيبي عرفتي بقى ان الموضوع ليه ايجابيات؟ بابا انا عايزك تطير دلوقتي. معلش يا حبيبي نخليها بكره الصبح. ماليش دعوه، عايز اتفرج عليك وانت بتطير. معلش يا حبيبي بس عشان بابا كان عنده طيران كتير قوي النهارده وشغل كتير قوي، فنخليها بكره ونطير مع بعض. مامي خلي بابا يطير، هو بيخاف منك وبيسمع كلامك. قوم قوم يا تيسير، ورينا بتطير ازاي. حبيبي يعني دراعي واجعني جدا والله مش قادر اطير. لو سمحت خليها بكره الصبح لو سمحت. حته صغيره عشان خاطري. حتة صغننة ومرة واحدة بس. اوكي. طب غور كده. اتفرج يا عم. الرجل الشرطي. خايفة منها يا بيت؟ لا ولا حاجة. محتاج لك يا عبير. ما انا معاك اهو يا اخويا. هتضميني يا عبير؟ هضمك. هتضميني قوي يا عبير؟ هضمك قوي. انما ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا اخويا؟ دي اوضتي يا بت.
اوضتك؟ اه بقى الرجل العناب اللي فاكراه عنده فلل وقصور قاعد في اوضه فوق السطوح. في ايه يا بنت يا عبير؟ في انك ما تعرفش عبير. عبير يعني لغات، يعني فنادق خمس نجوم، يعني عربيات ليموزين يا عينيا. جرايه يا بنت، وانا مرافق مكتب خدمه رجال اعمال. بقول لك ايه، على جثتي اخش الاوضه دي، يا تجيب لي شقه مفروشه يا بلاش. الصحوبيه حاجه يا حبيبي والشغل حاجه. سلام. سلام يا زباله. أعزائي المشاهدين، حالتنا النهاردة مختلفة شوية. النهاردة بنستضيف ظاهرة مصرية أصبحت زي ما بيقولوا في طريقها للانتشار. معنا النهاردة تاني رجل خارق مصري، الرجل الشرطي. بنرحب بيك في البرنامج وأهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم. بداية احنا عايزين نعرف، يعني ندخل جوه الرجل الشرطي ونشوف الطفولة كانت ايه، وهل الطيران ده طلع فجأة ولا من زمان؟ لا فهم، هو تقدر تقول ان هو هواية وعندي من وانا صغير جدا. كنت فاكر والدتي الله يرحمها كانت زي اي ام مصرية بتحشكني، وانا بالمناسبه كنت طفل شقي جدا، يعني حضرتك ما يجركش دلوقتي انا كنت مشكله يعني وانا صغير. كانت بتهشكني وكانت بتطلعني بره الشباك وتهشكني من الشباك. فبالصدفه مره وقعت فعلا من البلكونه، وكنا في الرابع، وانا بقى جات لي حاجه كده، قلت طب ما ترفرف. فعلا ابتديت ارفرف وطرت فعلا بنفس البدله. لا حضرتك، انا كنت بلبس المدرسه. فابتديت بقى الموضوع يبقى على كده واحده واحده في المنطقه كده، يعني اجيب لوالدتي حاجه من السوبر ماركت، او اجيب لها الخضار، او اودي اخواتي المدرسه وكده، لغايه ما بقيت زي ما حضرتك شايف كده. جميل. احنا نعرف ان الراجل العنابي هو المنافس الوحيد ليك، يعني هل المنافسه دي بتخليك تركز في شغلك؟ والله بص حضرتك، انا ستايلي عموما انا ما بحبش اتكلم على حد من الزملاء، بس مدام جبنا سيرة العنابي فأنا أحب أقول إن العنابي حد مركز في شغله وطموح جدا، حد حابب شغله قوي وبيدي لشغله قوي، بس هو اتجه للقطاع الخاص. أنا اتجهت للقطاع العام، ويعني أصريت إن أنا موهبتي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني إداها لي دي أوجهها للقطاع العام وأفيد بيها البلد. بس ده ما يمنعش طبعا ان وجود الرجل العنابي في مصر بيخليني فعلا مركز في شغلي اكتر. طبعا احنا متعودين في البرنامج ان احنا بنسال ضيوفنا اسئله سريعه والاجابه تكون سريعه، يعني الرجل الشرطي برجه ايه؟ انا عذراء. طيب اللون المفضل لرجل الشرطه؟ البيبي بلاك، اللي هو الاسود الفاتح قوي. بيبي بلاك. طيب رجل الشرطه في كلمه واحده؟ حد صادق. لا كلمه واحده. حد صادق. حد صادق، بحيث انها تبقى كلمه واحده. طيب لما يكون في استضافتنا مطرب من يسمعنا جزء من أغنية آخر أغنياته، لما يكون في استضافتنا شاعر بيسمعنا جزء من قصايده، إنما النهاردة أنا معايا رجل خارق، يعني هيقدم لنا إيه؟ ممكن تقوم تطير حتى كده في الاستوديو؟ حضرتك الحقيقة فاجئتني، أنا مش محضر حاجة الحقيقة، معلش. مش مشكلة أطير أي حاجة يعني. لا حضرتك أنا عندي برد وحتى صوتي باين جدا. بوعد حضرتك وبوعد السادة المشاهدين، المرة الجاية إن شاء الله هنطير وهنتشقلب وهنعمل كل حاجة إن شاء الله في البرنامج. عموما براحتك. إن شاء الله. شكرا ليك. أعزائي المشاهدين، في نهاية اللقاء بنشكر الرجل الشرطي وفاصل ونعود. نهار أسود ومنيل. صباح العسل يا ست الحلوه. ايه يا بيرا اللي انت مهببه في نفسك ده؟ على السكه وعلى الدغري غيرت الستايل بتاعي. ايه اللي جرالك؟ ما انت كنت كويس. الحمد لله ربنا تاب عليا وبقيت اعرف انطق السين. نعم؟ امال انت كنت بتنطقها ايه؟ كنت بنطقها سين. امال هي كانت ايه؟ هي سين. يا سلام يا اخويا. بصراحه كده ومن الاخر، في ايه يا بيرا؟ مالك؟ عايز ايه؟ لا مؤاخذه يعني مش حاطط ايدي على البال. الدماغ مش ورشه. ما تتكلم زي ما كنت بتتكلم يا بيرا، ايه اللي جرالك؟ اتكلم زي ما كنت بتكلم ليه؟ مش هي دي الطريقه اللي عجبكي؟ وهو ده ستايل اللبس اللي عجبك؟ لا مش هو ده اللي عجبني، وده كل ده ما يعجبش حد من اصله. لما العصفور عجبك ليه؟ نتاشا. الو. ايوه انكل صريح. ماله لساني؟ ماله سأل مؤاخذة يا عم صريح، معلش. ماشي حصلني انت على هناك وانا هكلم الزفت واجي لك على هناك. مش متعصب ولا حاجة، خلاص بقى يلا مع السلامة.
الشرطي. الرجل الشرطي. تقدر تقولي ايه الهبل اللي انت كنت بتعمله مع النظام ده؟ هبل؟ بتسمي الارتباط الشديد اللي بيني وبين ابني هبل؟ الولد لازم يلبس زي المدرسة زيه زي اصحابه. يا دينا الكلام ده لما يبقى باباه راجل عادي، لكن لما يبقى باباه راجل خارق وليه لبس معين عادي نروح باللبس ده المدرسة. ده على اساس ان باباه خارق مش كذاب ومش نصاب. دينا لو سمحتي تحترمي نجاحي، ويا ريت تبقي فخورة بيا زي ما مصر كلها دلوقتي فخورة بيا. مصر كلها مخدوعة فيك تيسير. بجد انا تعبت. انت ضابط فاشل واب فاشل وزوج فاشل. انا مش عارفة هعمل ايه لما يكتشفوا النصب اللي انت بتعمله ده. والله نظام هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه يعني يا دينا؟ هيكون كبر وفهم ان احنا بنعمل كده عشان نقبض على الرجل العنابي، يعني بنعمل حاجة في مصلحة البلد. يعني انا قدامه برضه هفضل بطل. بذمتك مش مكسوف من اللي انت بتقوله؟ جرى ايه يا دينا؟ انت مفيش اي حاجه من اللي بعملها بقيت بتعجبك. انت بقيتي تشلي. تيسير نزلني هنا. ايه يا دينا؟ خلاص اسف. بقولك ثانيه يا تيسير. اسف يا دينا خلاص بقى. نزلني يا اما هنزل من العربيه دلوقتي. مش هتقرب. فين العنابي يا بيرا؟ متأخر ليه؟ زمانه على وصول. أنا هحسب له النهارده نص يوم عشان يتعلم يحترم مواعيد الشغل بعد كده. ألو المايك جاهز يا باشا. ألو 1 3 1 3 جبتوا شحاتة؟ جبتوا شحاتة؟ تمام. حلو المايك كده يا باشا ولا تحب أعمل لك صدى صوت؟ ده لا صدى صوت إيه؟ خليه عادي عشان الناس تسمعني كويس. لا خليه صدى صوت. ليه؟ عشان الكلام يتعاد أكتر من مرة، بحس اللي ما يسمعكش أول مرة يسمعك تاني مرة في الصدى. لا بقول لك انت هتشتغلني يا بيرم ولا ايه؟ خليها عادي، انا عايز الناس تسمعني. يا انكل ما انت من مصلحتك ان الناس ما تسمعكش كويس عشان انت بتعوق كتير في وسط الكلام. الله الله الله، وبتقولها في المايك كمان. انا بعوق كتير في وسط الكلام؟ لا ما قالوا لكش دعوه، انت ما عليكش غير حاجه واحده بس، تقدمني كويس كده للناس عشان السكسيه. يلا خش. يلا صباح الفل على احلى شعب مصر. الشعب اللي ياما خد بالجزمة ولا قالش اي، الشعب اللي ياما شال طين على دماغه ولا قالش يا، الشعب اللي ياما كل على قفاه ونظره مضعفش، الشعب اللي طلع منه عبد الحليم وطلع منه مكلسوم وطلع منه حسن شحاتة وطلع منه زويل وطلع منه صريح الفيل. يا نجم الفيل يا صريح الفيل يا نجم الفيل يا نجم الجيل يا نجم الجيل يا نجم الجيل. والآن مع كلمة نجم الحفل ورئيسنا القادم بإذن الله صريح الفيل. لأن أنا منكم وانتوا مني واحنا كلنا شعب مصر، شعب مصر الصميم، شعب مصر اللي بياكل الفول بالزيت الحار، شعب مصر اللي اخترع الكشري، شعب مصر المسكين الغلبان المزنوق في الاتوبيسات والميكروباصات والتكاتك، شعب مصر اللي طلع منه الرجل العنابي. أمال فين الرجل العنابي يا صريح بيه؟ أمال فين الرجل العنابي يا صريح بيه؟ آه لا سمعت السؤال. عاجبك كده؟ زمانه جاي املى في اي حاجه على مايك. يا صريح بصراحه انت مريح. وانا عايز اضيف يا صريح بصراحه انت صريح. وعشان اثبت لكم انا مش ههرب من السؤال، الرجل العنابي جاي حالا ان شاء الله. هو تلاقيه سنه فوق بس
حاكم السكه فوق برضه فيها مشاكل، اوعى تفتكر يعني عشان بيطير يعني يبقى كله سالك، لا، وفوق في شبوره، في شبوره، فممكن يكون تاه شويه ولا حاجه، بس باذن الله هيوصل، اوعدكم انه هيوصل وهتشوفوه بشحمه ولحمه. بحبكم 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 كلكم. وعلى فكره احنا معانا المتحدث الرسمي باسم الرجل العنابي الدكتور بيرم، يعني اي حد فيكم عايز يوجه سؤال للرجل العنابي يوجهه للدكتور بيرم. احنا عايزين عنابي نفسه. عاجبك كده؟ الناس هياكلوا وشي. اهو العنابي وصل، اهو اهو جالكوا، اهو هيريح بالكوا، اهو الرجل العنابي بشحمه ولحمه وسخته. وسمعني سلام على طول السلام للرجل العنابي. بقول لك يا بيرم، قوم خلي العنابي يقعد جنبي. اقوم فين؟ قوم سيب الكرسي بتاعك، شد لك كرسي من اي حته تانيه، ما تزرقنش امور. يلا صريح بالعناب ايد واحده، صريح بالعناب ايد واحده، وصريح بالعناب ايد واحده، اهو يا احبابي قدام كل عنابي، حي جمهورك يا عنابي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعتذر عن التاخير وبعتذر عن المنظر المقزز اللي انا جاي بيه ده. انتوا عارفين الوقت ده يعني وانا جاي طاير، هو وقت مروح ابو كردان اللي هو صديق الفلاح لبيته في الوقت ده يعني، فوانا طاير هو كان طاير في مستوى اعلى مني، فالمستوى اللي هو طاير منه ده قدر يتبول عليا فاحدث تسخن في البدله. حتى انا شايف ان معظمكم فلاحين، فتقدروا تتاكدوا نفسكم من صديقكم ابو وردان. شكرا يعني اللي عايز يتاكد يروح لبلدان يساله، ما فيش اي مشكله. اهلا اهلا يا عنابي، العنابي قدامكم اهو، ما فيش حجه، اللي عايز يسال اي سؤال يتفضل. ايه رايك يا اخي عنابي في السياحه؟ اتفضل عنابي جوه السؤال. هذا بالمؤاخذة يعني انت لو صديق اعتمدت على سر من اسرار بيته او حتى سر شخصي، مش حلو يعني في حقه ان انت تروح تساح. فالغاء السياحه سيعوم على البلد بالحميميه والصداقه الاصل، لان دي من صفات النسوان اللي قاعده على الشارع. هو العنابي طول عمره ابن نكتة. والله العظيم لا، حلو حلو كامل عنابي. معقول لكش حد عايز يسأل حاجة تاني؟ اتفضل اتفضل اتفضل. عايز اسأل راجل عنابي عن رأيه في التعليم. انا اقول ان التعليم مهم جدا، بس في حالة واحدة بس، ان اذا حد علم عليك فانت ترجع تعلم عليه، لان فعليا ان انت لو بدأت تتعلم على حد ده مش من شام الجوار ولا الاصدقاء، ولو لقيت ان في الشارع بيعملوا المنظر الغير حضاري ده المفروض انك تحلق للجوز وتشتري اخر صح؟ صريح ولا عذاب حيريح الشباب، صريح ولا عذاب حيريح الشباب. ايوه يا جماعه، ها مصري صميم ابن نكت قوي، لا بيضحك بيضحك يعني بيضحك. في حد عنده اي سؤال تاني ولا حاجه؟ ابتدى اسئله تمام وخلص كده. لا يلا يا ابن النكته، يلا يا ابن النكته تعالى معايا. انا لو حبيبك ما كنتش يوم تسيبني، ازاي بتقول نصيبك وهان عليك
تبعني بتقول لي الحنين طب فين الحنين بعد غيابك سنين بعد ما قلبك ظلمني. بالله عليك يا تيسير بيه، بالله عليك ما تحرق في دمك، حرقة الدم وحشة علشانك. الناس كلها مبهورة بيا يا مدحت، ما عدا أقرب الناس ليا دينا. هقول لك إيه بس، مع للأسف الستات كلهم كده. حاسس إن أنا مش مالي عينها يا مدحت. ده أنت تملى عين التخين يا باشا. أصيلة رباب. تشكر يا باشا. أنت عارف يا مدحت؟ خير يا باشا. عمري ما كنت أتخيل إن دينا تجرح قلبي أنا. تقسى عليا أنا. مش أنت يا رباب، مش أنت. إيه إيه إيه؟ يا باشا يا باشا، انت عارف بقت كام واحدة بتحبك على الفيسبوك دلوقتي؟ كام يا مدحت؟ مش بتابع. داخلين في 5000. في الظروف العادية يا مدحت كان المفروض اتبسط، بس صدقني مش عارف افرح. قومنا يا مدحت. يلا تيسير باشا، مش هتكتب لي على افراج والنبي؟ افراج؟ انت مش عارفة انت ايه بالنسبة لي يا رب. ربنا يخليك يا باشا. جدد لها 45 يوم يا مدحت. الف مبروك يا فاروق بيه، لقب مساعد وزير الداخلية، هياكل من اسمك حتة. الله يبارك فيكم، والله ما كنت عايزها في الاول ورفضتها. كنا هنخسر كتير قوي يا فندم. ما انا قلت كده برضو، عشان كده انا ما رضيتش اخسركم وقبلتها في الاخر. متشكرين قوي يا مهوات. اتفضلوا اتفضلوا على كتفكم. اتفضلوا اتفضلوا. برعاية الله، سلامة الله، الف سلامة. ايه يا فاروق، مبسوط؟ كله من خيرك يا سعادة الباشا. تعالى بقى افرجك على الشعار بتاعنا والملصقات الدعائيه. اتفضل ساعتك يا فندم، اتفضل. ايه رايك؟ الله 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 الله، الشرط والشرناوطي انا هديهم صوتي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي سعادتك؟ ريس باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، بس بقول لك ايه، عايزين تخلصوا موضوع الكليبات بتاع الشرطه دي، خلينا نخلص. ما تقلقش سعادتك يا فندم، ولو حبيت تعمل قصه حياته كليب ما عندناش مانع. حلوه قوي. بس شوف لي تيسير عشان عايزين نبدا المؤتمرات الشعبيه من بكره. تيسير جاهز، ما تقلقش سعادتك. خلاص يبقى هنبدا بالمؤتمرات الشعبيه، بعد كده الندوات. جاهز يا فاروق؟ تمام يا فندم. ايه ايه يا عنابي، ايه العك اللي انت عكيته ده؟ انت عايز توقعني في الانتخابات؟ لا مؤاخذه صريح بيه، انا عارف ان مش ده المستوى اللي انت منتظره مني، بس على السكه وعلى الدغري كده، انا معنويات اليومين دول ارض ارض. طب وانا ذنبي ايه؟ انا غايبك تسندني توقعني. لو عندك مشاكل قولها لي وانا احلها لك. طب انا هقول لك يا صريح بيه، بس الله يسترك يعني، الله يسترك. اوعى تجيب سيره البيره. قول ما تخافش. اصل على السكه وعلى الدغري كده انا اليومين دول يعني زي ما تقول كده محصور قوي. محصور؟ كنت خش الحمام وفك حصرتك بدل ما تجيب لنا الحصره. لا صريح بيه انت فهمت ايه؟ انت كده مش حاطط ايدك على البلف. انا محصور يعني محصور في قرشين. يعني باخد ايجار جديد كده في اول فيصل، وبوضب ومعيش فلوس، وقلت الوحيد اللي هيقف جنبي ويكبر بخاطري صريح بيه الفيل. طب ما انا بدي البيرن فلوس كتير قوي، وما بيديلكش ولا ايه؟ بيديني، بس يعني الواحد كان بيقول ان شغلانه السوبر دي لا مؤاخذه يعني هتنامه على فرشه نظيفه وتاكله لقمه نظيفه، بس هنقول ايه؟ الحمد لله. خلاص يا ابا بلاش تسول. عايز كام يا ابو ردان؟ يعني عمود عمود ونص، انت وذوقك كده. ايه عمود عمود ونص؟ يعني 100-150 ألف جنيه وهرجعهم لك ان شاء الله حتى 20 في 20. لا خلي عشريناتك لنفسك، انا هديك العمود كله، بس على شرط هتمضي لي على وصل امانه صغير كده. فهمت يا ريس، فهمت. ماشي اتفقنا. بعد ما تمضي بقى عايزك تركز معايا اول يومين دول، لان دول اهم يومين في شغل الانتخابات كلها. عارف يا صريح باشا، انا ياما ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع، لكن المره دي ضربت الودع ولقيت صاحب جدع بالحضن كبير. لا انا مش جدع قوي، من بعيد بعيد، البدله بيضه والدان بتاعك ريحته مش قوي. الله يا بيرم، تقعد بعيد ليه؟ تعال تعال يا عم. مش فاهم هو. احنا ما بنقولش سر يا بيرم. مش يا بوسوا بوسوا. لا بيرم عارف عارف. يلا بوسوا بعض. على مهلك يا ست الكل، خش برجلك الشمال. ده انا اتضايقت عشان اريحك. الله، الحلاوه والشياكه دي يا عنب، القبعه دي كلها. انا اول ما شفت المكنه دي قلت عليا النعمه ما حد هينجسها غيري. عسل يا عنب. طب بقول ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا لا، انت لازم تكتب عليا.
اكتب على مين يا بت؟ تكتب عليا. نضرب ورقتين عرف كده، انا محتاجه اي مسكن لضميري. يا كده تشوف لك اي فتاه ليل ترضى بالوضع ده. جريء عبير، وانت فاكره نفسك مدرسه العاب؟ ما انت فتاه ليل عبير. في ايه؟ بقول لك ايه، انا قلت لك شروطي، والورقه دي هتكون معايا امان وحماس. امان وايه يا اختي؟ امان وحماس. امان ان تطمني ان ما تاخدش مرادك وترميني في اي لحظه، وانا بصراحه اتعلقت بيك قوي. طب والحماس يا بربير؟ الحماس ان الورقه دي هتحمسني ان متعك. نفسي اصدق يا بت. صدق، وبعدين ما تصدعنيش. ها جاي ولا الدور الجاي؟ جاي جاي يا مملكه الزباله. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مخترع 100%، ما فيهمش واحد مش فنان. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. تعشقوا قوي من الحلقة الأولى، وتقول عدوات كمان وكمان. هنكمل حكايتنا، قاعدين مش خارجين من بيتنا. بكره هنكمل حكايتنا، قاعدين مش خارجين من بيتنا. نفسنا نضحك زي زمان، الضحكة الحلوة وحشتنا. يجيب خاله يجيب عمه، ده صارف الفيل ولا بيهمه. اتفرجوا على خفة دمه، ده في رمضان عام.